الله برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتنن الشيطان كما أخرج أبويكم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. بسم الله واذكر في الكتاب مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها
بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا واذكر عبدنا أيوب
من الباب. سليمان محمد أحمد جربوبي. سليمان محمد أحمد بومبستي.